إذا المشاهدين الكرام، انطلاقات أخرى، تواصل آخر في هذا الصباح، كما نعود في هذه الانطلاقة مرة أخرى للأبكار في هذا المشوار. ينطلق الشوط التاسع مشاهدين الأعزاء خاص بالأبكار والمتابعة من قبل الأخوة الحاضرين والمتابعين. وهنا المركز الأول، وصلت براقة ناصر بن سعيد بن سالم العمري الذي حقق التوقيت مع دقيقتين وعشر ثواني مع وجود مشاهدين الكرام الشاهنية اللي فازت في الشوط الخامس. هنا ينطلق بكذلك بوجود براقة في هذا الشوط التاسع. المركز الثاني، وصلت الآن ملوح عزان بن عبيد بالهلي الهاجري يحتل المركز الثاني، والمركز الثالث محمد بن راشد بن هويدن. لكن اشوف الان الله تسرب من قبل وجود منحاف سالم بن حمد بن حمدان الوهيبي، تسربت الى المركز الثاني في هذه اللحظه منحاف، بينما بن هويدن في المركز الخامس او المركز الثالث في هذه اللحظات راشد بن محمد بن هويدن. وعوده الى الصداره، عوده الى مقدمه هذا الشوط. الله، اعود الى المركز الاول واعود الى العمري، لا زال مسيطر مع براقه ناصر بن سعيد بن سالم العمري. والمركز الثاني منحاف واصله، منحاف سالم بن حمدان الوهيبي. والمركز الثالث وصل الان الوهيبي، وصل الوهيبي مياسه ناصر بن علي الوهيبي الان خذ المركز الثاني، لكن براقة مسيطره مع العمري على صداره الشوط على المقدمه. لكن البدايه اشوف خلاص مياسه تتسلل بكل خفه وبكل نشاط وبكل سياسه، تنطلق الى المركز الاول لانها حساسه. انطلقت تهانينا والناموس للسيد ناصر بن علي بن سالم الوهيبي. المركز الثاني للعمري، المركز الثالث مشاهدين الاعزاء، هناك تواجد واحتلال من ثالث المراكز مع وجود هذه الاسماء القويه والاسماء المميزه. التوقيت الزمني دقيقتين 13 ثانيه، عوده مشاهدينا الكرام